نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها من فيتو. الشربيني وحشيش يناقشان محمود سعد نظام بطولات الناشئين والبراعم. من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كابتن ياسر رضوان تصعيد لاعبي 2001 للفريق الأول، نجاح كبير لقطاع الناشئين. أهلي 2005 يفوز على منشئة التحرير بسبع أهداف ودية. أهلي 2006 يفوز على مصر المقصة 4-2 وديا. أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة بثلاثية وديا. نروح لليوم السابع، ومنتخب الشباب يخضع لفحص طبي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا اللي تأجلت من الشهر الحالي لشهر مارس المقبل. وبالمناسبة النهاردة واجه فريق النصر وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3. من موقع في الجول، المنتخب الأولمبي دورة ودية مع البرازيل وكوريا الجنوبية في مصر استعدادا لأولمبياد طوكيو في الصيف المقبل. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الشباب والأولمبي.